زي ما احنا متعودين معاكم في فقره وان شوت بنسلط دايما الضوء على الاحداث الرياضيه الايجابيه ونتكلم عنها. النهارده بقى عايزه اقول مبروك للبطله المصريه العالميه نوران جوهر بعد تتويجها ببطوله سنسناتي لسيدات السكواش رسميا في الساعات الاولى من صباح اليوم بعد فوزها على منافستها الامريكيه. منافستها بقى الامريكيه هي فازت عليها في النهائي علشان تحقق نوران اول بطوله ليها في العام الجديد 2023 وتفضل محافظه على ريادتها في التصفيات في التصنيف العالمي للسكواش. الجميل كمان ان البطوله دي اقيمت في الولايات المتحده الامريكيه وهي احدى البطولات البرونزيه، ولكن عايز اقول لكم ان الابرز فيها كان مشاركه 11 لاعبه مصريه من اصل 24 لاعبه من كل جنسيات العالم. مصر دايما رائده في السكواش عالميا وموجوده في كل البطولات العالميه. ألف مبروك لنوران ولكل بطلاتنا وأبطالنا ودايما كده متصدرين ومتفوقين ودايما رقم واحد. بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده من برنامج أخبار أون تايم، يا رب نكون أوفيناكم بكل ما هو جديد في الساحة المحلية والعالمية، أشوفكم بخير وإلى اللقاء.